الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فهذه الليله هي ليله الثاني والعشرين من شهر رمضان. واتحدث في هذه الليله عن ليله القدر. هذه الليله العظيمه. هذه الليله الشريفه. هذه الليله المهيبه التي انزل الله تعالى في شأنها قرآنا يتلى. بل أنزل في شأنها سورة كاملة من كتابه الكريم يقول ربنا سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه أي أنزلنا القرآن في ليلة مباركة وهي ليلة القدر كما قال في السورة الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر ووصفها الله تعالى بأنها ليلة مباركة لكثرة بركاتها ومن اعظم بركاتها نزول القران فيها. انا انزلناه في ليله القدر. ما معنى نزول القران في ليله القدر؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الاول ان المقصود بنزول القران ان القران نزل جمله واحده من اللوح المحفوظ الى بيت العزه في السماء الدنيا في ليله القدر. ولكن هذا يرد عليه يعني بعض الاشكالات لان هناك بعض الايات نزلت مرتبطه باسباب النزول مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ونحو ذلك ولذلك فكثير من اهل العلم يرجح المعنى الثاني وهو ان المقصود بنزول القران اي ابتداء نزوله فابتداء نزول القران كان في ليله القدر فهذا هو القول الراجح ان معنى نزول القران في ليله القدر اي ابتداء نزول القران انما كان في ليله القدر هذه الليله يقول الله تعالى فيها ان انزلناه في ليله مباركه في بركاتها كثيره فمن بركاتها بالاضافه الى نزول القران ما يحصل للمؤمنين فيها من الاجور العظيمه والثواب الجزيل فان العمل الصالح في ليله القدر خير من العمل الصالح في ألف شهر كما قال سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر أتدرون كم تعادل ألف شهر؟ كم تعادل ألف شهر؟ ألف شهر تعادل ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهر سبحان الله العمل في ليلة واحدة سويعات قليلة ليس مساويا بل خير خير من العمل في ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر المسألة مسألة توفيق من وفق لهذه الليلة كأنما كتب له عمر مديد من وفق لليلة القدر فقد وفق لخير عظيم ليلة القدر خير من ألف شهر ومن بركات هذه الليلة نزول الملائكة فيها فإن الملائكة تنزل بالخير والرحمة تنزل الملائكة بمن فيهم جبريل عليه السلام وتسلم على المؤمنين كما قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها الملائكة تنزل إلى الأرض في ليلة القدر كي ترى عبادة المؤمنين وكما جاء في بعض الآثار أنها تسلم على كل مؤمن ومؤمنة وهو قائم يصلي حتى أنه جاء في بعض الآثار أن الملائكة تتعرف على المؤمنين وأنها إذا فقدت أحدا سألت عنه فقالت فلان ابن فلان رأيناه العام الماضي يصلي ولم نره هذا العام اللهم إن كان مريضا فاشفه وإن كان غائبا فاردده تنزل الملائكة إلى الأرض كي ترى المؤمنين وهم يتعبدون لله عز وجل والله تعالى يباهي بعباده ملائكته ويقول انظروا الى عبادي وهم يصلون وهم يتعبدون وهم يتضرعون بالدعاء انظروا الى عبادي لما اخبرتكم باني ساخلق بشرا قلتم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقلت إن إني أعلم ما لا تعلمون فانظروا إلى عبادتهم وانظروا إلى صلاتهم وانظروا إلى دعائهم وانظروا إلى تضرعهم الملائكة تنزل في ليلة القدر من غروب الشمس ويستمر إلى طلوع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أيها الإخوة هذه الليله المباركه تسمى ليله القدر من القدر وهو الشرف وقيل من التقدير وذلك ان اقدار السنه تكون في تلك الليله كما اشار الى ذلك كما اشارت الى ذلك الايه الكريمه في سوره الدخان فيها اي في ليله القدر يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ففيها يفرق أي يفصل كل أمر حكيم يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة ما هو كائن في تلك العام إلى العام المقبل يعني من ليلة القدر هذا العام إلى ليلة القدر من العام المقبل يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة ما قدره الله عز وجل في تلك السنة ف تفصل الاقدار وتكون في الصحف التي بايدي الملائكه. يكون مثلا من تلك الاقدار بان فلان ابن فلان سيموت هذا العام، وان فلان ابن فلان سيرزق بكذا، وان فلان ابن فلان سيتزوج، وان فلان ابن فلان سيحصل على كذا. فجميع الاقدار التي يقدرها الله عز وجل في تلك السنه تنزل وتفصل من اللوح المحفوظ الى الصحف التي بايدي الملائكه. وهذا معنى قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة وتأملوا أيها الإخوة لما ذكر الله عز وجل ليلة القدر قال إن أنزلناه في ليلة القدر قال بعد ذلك وما أدراك ما ليلة القدر وهذا الاستفهام استفهام للتفخيم واستفهام للتعظيم وما أدرك ما ليلة القدر هذا لا يقال لا, يؤتى بهذا الأسلوب إلا للأمور العظيمة الكبيرة كما في قول الله سبحانه القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة فالقارعة والساعة شيء عظيم كذلك عظم الله عز وجل هذه الليلة فقال وما أدرك ما ليلة القدر فأي تعظيم أعظم وأشرف من هذا ان رب العالمين العظيم خالق الكون يقول عن هذه الليله وما ادرك ما ليله القدر على سبيل التفخيم والتعظيم لشان هذه الليله ثم قال سبحانه ليله القدر خير من الف شهر اي ان العمل الصالح في هذه الليله الشريفه العظيمه المهيبه خير من العمل الصالح في الف شهر في ثلاث وثمانين سنه واربعه اشهر فيا له من فضل عظيم ويا له من ثواب جزيل. تنزل الملائكه والروح فيها تنزل الملائكه في هذه الليله لكي ترى عباده المؤمنين باذن ربهم من كل امر. تنزل الملائكه بمن فيهم اعظم الملائكه وهو الروح جبريل عليه السلام. فانظروا ايها الاخوه كيف ان الله عز وجل اعلى من شان هذه الليله. وعظمها غاية التعظيم وما ادرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر ان انزلناه في ليلة مباركة هذه الاوصاف العظيمه تدل على عظمه هذه الليلة وعلى عظيم شانها وعلى ان من وفق لها فقد وفق لخيرات عظيمه وبركات كثيره ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاجتهدوا ايها الاخوه، اجتهدوا في هذه الليالي المباركه، فان ليله القدر منحصره في ليالي العشر الاواخر من رمضان، فمن اجتهد في جميع ليالي العشر يكون قد ادرك ليله القدر لا محاله، واذا ادرك ليله القدر فانه يرجى ان يحصل على المغفره العظيمه وعلى الاجور الجزيله من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا. غفر له ما تقدم من ذنبه. ليله القدر خير من الف شهر. وقد ورد ان الدعاء في ليله القدر انه مستجاب فاجتهدوا في الدعاء وبخاصه في السجود فانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اجتهدوا ايها الاخوه في هذه الليالي المباركه رجاء مصادفه هذه الليله واعظم ما يكون الاجتهاد بالصلاه. وبالقيام مع الامام، فانه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله، واذا انصرفت من الامام اجتهد بقيه الليل في في كل ما هو طاعه، من تلاوه للقران، من الذكر، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فالمطلوب من المسلم ان يجتهد بكل ما هو عمل صالح. وأن يحيي هذه الليالي الفاضلة بالأعمال الصالحة وأن يقتدي في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا, اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يفوز بجزيل الثواب وعظيم الأجر، واجعلنا ممن يقوم هذا الشهر ويصومه إيمانا واحتسابا، اللهم ما قسمت في هذا الشهر المبارك من خيرات ومن بركات ومن عتق من النار فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الاقوال والاعمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين